مرحبا بالناس الكل. اليوم باش نحكيو على السونديس بصفة عامة. اخترنا لكم مجموعة من الفيديوهات الرهيبة في فيديو واحد. باش نحكيو على الشين الفيلبروكان الديسكوات الحاصيل، واعملوا نضريبة اللايك وكمل الفيديو للاخر. كيما كنتو تسمعوا الموتور مشنعتها بالحس، هاوكا فركناها. سيء عنا هذي الفيلبروكان، كيفاش نتستيو الفيلبروكان نعرفو يحا يعمل في الحس ولا لا. كيف لازمنا نضربو على البيالة، نطلعوه الفوق كيما نكاية ونضرب على البيالة. به شنو سبب الحس هذايا تقربيع هذايا؟ عنا النقب هذوما، هذوكو معناها اللي دخلوا زيت للبيالة. الزيت من الاول يدخل من النقبة هذايا، من بعديك يخرج من هنا يزيت لومبراياج، بعديك يعاود يدخل، فهمتني، يتعدى للبيالة. معناها كي تبدا الموتور فيها برشا بافير، بسبب معناها مولا الموتور ما يبدلش الزيت في وقته، والا نوعيه الزيت ما تصلحش، يولي معناها نقب ذوكم يتسكروا، الزيت ما عادش يخلط للبياله، الرولمو يفسد، تولي تعمل في الحس. فهمت كيفاه؟ عليه هذاك الموتور لازمها لهوى، راهو مش دون صب ليسانس وسوق وكهو. لازمك تبدل زيت نوعيه باهيه، لازمك تصب الزيت في وقته. ما كانش كيما تشوف هكا كليت بعضها الموتور ما بقى فيها شيء. امبراياج تضرب في البروكان، برشا قطايع معناها تضربو، بيستون تاكل في الزيت. هاك خذينا لها امبراياج جديد دوريجيك، حاجة باهية. خذينا لها كعبة بيستون، لازمنا معناها لازم البيستون، حليت موتور ريفيزيون بدل بيستون. عندنا بومبا نتاع الزيت كيف كيف، حاجة لازمة حتى ولو تمشي القديمة نبدلو، مادام تبيلة نتاع زيت نبدلو البومبا نتاع الزيت. عندنا هذايا الشين، الشين كيف كيف لازمها تتبدل. باراويلات عندنا ذوما شطر جوانات نتاع جالينك، خاطر الجوان الكبير ما فيهوش جوانات الجالينك. عندنا هذايا طوندير نتاع شين من لامبي مطبوع بالاحمر. تويكا باش نبداو عملية التركيب، باش نبداو عملية تركيب المحرك. أول حاجة بعد ما نظفنا البلوك سيي، نظفناه من البافير من كل شيء، معناه ينظاف بالباهي. من بعديك أول حاجة نركبو لباطة، هذايا لباطة نركح لباطة في بلاصتها بواد فيكيس. من بعديك ما نركبو لباطة نجيبو الفير بروكان، الفير بروكان يتربك. عاد هذايا كان باش نرجعوه عبارة ما عملنا شيء، عبارة حل سكر هكاكا في الفيرب. هاكا خذينا لها فير بروكان جديد، جالينج هذايا مطبوع. ركبوه لازم يدخل غصوبي. عندنا تويك الكيك، هذا اللاكس نتاع الكيك، هذوما هما ثلاثه حاجات اللي يركبوا من داخل، اللي يركبوا في القلب نتاع الموتور. عندنا الفير بروكان، عندنا البواد فيتيس، وعندنا اللاكس نتاع الكيك. نكملوا نركبوا هذوما ونسكر الكارتير، نحط هاكا سيي ركبت الموتور. شوفوا كيفاش كان تقبل وكيفاش طاو. عندنا الزيموتة هذايا ما تحبش تخدم، الكيك يدور في الفارغ كيما تشوفوا. بعد ما حلينا كاش شيرت لومبراياج كيما تشوفوا، كي جيت ندور في الكيك البلاتو يدور ولومبراياج حابس. لاحظوا معناها كي ندور البينيون داتاك، البينيون تدور معناها للشيرتين يمين ويسار، نورمالمون تدور في اتجاه واحد مع عقارب الساعة، عكس عقارب الساعة لازمها تحبس. هذايا كيما تشوفوا تدور في الاتجاهين. تويكا نحيو السيركليبس ونخرجوا الديسكوات. وكانك تتفرج فينا وماكش مشترك، ابوني للشين يوتيوب، فعل الجرس باش يوصلك اشعار فيديوهاتنا جديدة. وكان ما عملتش لايك اعمل لايك. الديسكوات هذوما معناها كي يفسدوا يرتابوا يوليو ما عادش يكبشوا في بعضهم ويعملونا برشا مشاكل، تولي الموتور تعيط ما تجريش، الخرجة تضعف، الكيكي يولي يدور في الفارغ ويعملونا برشا مشاكل اخرين. معناها عندنا زاد البارتي هذايا في اللومبراياج الدير ساير هذايا كي يتحك يولي معناها الكيك ما عادش يضرب،
حتى معناه تبدل ديسكوات جدد تبقى نفس الحكايه كي تضرب يتحكى هذاك. نبداو تو عمليه التركيب. عندنا زوز قزلالات هذوما، واحده بيضه وواحده كحله. القزلاله الكحله هذيا معناها هكا تلقاها اجود من القزلاله البيضه. هذيا تركب ملوطه، تركب ملوطه بالكل. بعديك نحطوا الريليبر، من بعديك نفخوا ديسكوات بالزيت ونركبوا الديسك المدور. الجارنيتير معناها ملوطه، من بعديك نركبوا الديسك الوسطاني المحرف يركب معناها شيرتين كيف كيف. من بعديك نركبوا الديسك المدور الفوقاني، الجارنيتير الفوق. بعديك معناها نحطوا الرسولات، هذوما معناها نحطوهم في بلايصهم. ثم مسامر في القزلاله اللوطانيه اللي ركبناها اول وحده، المسامر هذوكم معناها ندخلوا فيهم الرسولات. عندنا قاعده عامه في تركيب الديسكوات، الجارنيتير ما يجيش مقابل بعضه، لازم معناها الجارنيتير يجي مقابل الحديد والحديد مقابل الجارنيتير، ما نحطوش معناها الجارنيتير مقابل بعض. بعد ما كملنا ركبنا الديسكوات، تويك باش نسكروا على الديسكوات بالقزلاله البيضه العريضه. القزلاله البيضه يبدا فيها مسامر، المسامر هذوما معناها نحطوهم مقابلين الرسولات بالطريقه هذيا. في الاخر نسكر بالسيركليبس. السيركليبس معناها تركيبه سهل، تحطه في البلاصه تنزل على الديسكوات لوطه يدخل وحده بسهوله تامه. تويك نحطوا البينيون داتاك ونتستي. كما تشوفوا هاكا تدور الشيره واحده ولا تدور شيره برك، يدور معناها مع عقارب الساعه، عكس عقارب الساعه ما يدورش. كما تشوفوا مهما حاولت باش تدوره ما يدورش، معناها اموره في البيان والعمليه نجحت. عن الموتور هذايا تعمل في برشا حس تشكشك بكلها. في فيديو اليوم باش نعطيكم الحل النهائي للتشكشيك، على هذاك ضريبه اللايك وكمل الفيديو للاخر. كيما تشوفوا الشين مرخوفه، هذايا ما عندهاش برشا من اللي بدلها مولاها. المشكله اللي عندنا هي الشين طوالت، كيما تشوفوا التوندير واصل للاخر ديجا ساطع في البروكان، ورغم ذاك معناها الشين مرخوفه. كيما تشوفوا هاني نازل على التوندير بصبعي، حكايه فارغه معناها السلسله طوالت برشا، التوندير ما عادش خالت يكبسها. تويكا باش نحيو الشين نبدلوها ونشوفوا شنو الاسباب اللي خلاتها معناها تطوال للدرجه هذيا. هذايا البينيول يدور البومبا متاع زيت، شوف سنونها كيفاش ترحاو، سنونها مرحيين بسبب معناها الشين مرخوفة، تولي ما عادش تدورها، تولي تتعدى فوق منها ترحيلها السنون متاعها. شوف في الاصل كيفاش لازمها تبدا، لازم يبدا سنونها طالعين باش يدخلوا وسط الشين، معناها وتدور مع الشين دورن البومبا متاع زيت من الشيرة المنغادي شيرة لومبراياج باش يتعدى معناها سيركيل الزيت في البلوك. البينيو هذايا كيف كيف كيما تشوفوا مضروبة مدقرمة، هذيا الشين قاعدة تتحرك في وسطها، تحب معناها تنقز، تحب تنقز سنة. هذيا كان زيت شوية الموتور تاكل بعضها، تصور انت معناها تنقز سنة، بيستوع تخلط على السوبابيت الموتور ترحل ما يبقى فيها شيء. سبب المشكل هذيا هي النوعية نتاع الشين، النوعية اللي كانت راكبة نوعية زبالة. توي كان ندخلو الشين نربط فيها تل ولا خيط ونمرقها على جنب من غير ما نقعد نحل في الكيلاس، معناها خدمة زايدة. ندخلها على جنب كيما تشوفوا، بعديك نجبد الخيط من بلاصة الربراكام وجو نحلى جو معناها. وكانك ماكش مشترك ولا أول مرة تفرج فينا، أبوني لشين يوتيوب، فعل جرس باش يوصلك إشعار فيديوهاتنا الجديدة، لايك للفيديو، كومنتير كان عندك سؤال ولا استفسار. شوفوا مع بعضنا معناها الشين كيفاش باش تركب. هذايا البينيو تجي في الوسط في السيلندر، تجي في الشوميز، ومن بعديك ندخلوها ونكبسوا عليها بك البولون الوسطاني هذا، وندخل البولون وجو نحلى جو. هذايا البينيو تاع الربراكام، وهذايا معناها الدور البومبا نتاع الزيت كيف كيف نركبولها اللاكس نتاعها ونكبسوها. تو باش ما نطولش عليكم الفيديو، باش نكملوا نركبوا الفولون موتور والبلانديكس والسلسه نتاع البلانديكس والكاش نتاع البوبيناج، وخلينا نشوفوا معناها النتيجه، نشوفوا الموتور كيفاش كان تقبل وكيفاش معناها تو جو احلى جو.